حدش مبسوط ان انت يعني يتم وضع المسؤوليه دي عليكي. اكيد بقى قريتي الشخصيه واتفرجتي ودرستي كتير. عشان يعني تجسديها بالشكل الجميل اللي احنا شفناه ده. ميرسي جدا. هي كتير بس هي دي شخصيه عظيمه طبعا. انا يعني اتمنى اكون زيها علشان دي واحده كانت حاكمه مصر 22 سنه، كانت في مرحله ازدهار، عملت حاجات ما عملهاش ناس كتير، كانت يعني راجل في نفس الوقت، وازاي بتحارب وهي اللي بتقود الجيش ويعني عامله كل حاجه. فدي كانت حاجه صعبه عليا جدا ان انا اقدمها من خلال حركات بس من غير كلام، كلام قليل بس. دي حتتنا وده شغلنا. فدي كانت حاجه اكسبيرينس الصراحه مع كريمه. اكتر مشهد بالنسبه لك كان صعب كان انهي مشهد؟ كان اخر مشهد الموت، الجنازه. ده يعني بجد انا بقعد اعيط من جوايا لحد بعد العرض. ازاي كريمه انا مش عارفه اعطل ليه. لا تحفه تحفه. ياسمين كانت بهيه برضه. ايوه انا فاكره. لا ما انت بصي يا شيرين، هتلاقي كريمه التيم بتاعها متحرك يعني. ايوه بالظبط، احنا فاميلي يعني. على فكره هو ده اللي بينجح اي حاجه، علشان احنا فعلا بنحس بعض قوي، فبنحاول نخلي كل حاجه باحسن شكل ممكن. فدي احلى حاجه.